فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي والتحق بنا ضيفنا الاول اليوم المدرب فوزي بن زرتي، اكيد شيخ المدربين التونسيين، اكثر مدربين تونسيين تقريبا تتويج بالالقاب، لقب جديد انضاف لمسيرته مع نادي الوداد البيضاوي منذ يومين تقريبا بيركولك. اكيد سي فوزي مرحبا بك. اهلا وسهلا ومرحبا بك جميعا. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ والله ما فاتوا فجاه والحمد لله ما في شيء. الحمد لله. دونك سي فوزي، تتويج جديد مع الوداد البيضاوي، اكيد مش جديد على فوزي من زرتي الالقاب والتتويجات، نتصور تتويج كما تتويجات الكل هذا والا عنده نكهه خاصه في المغرب؟ يعني بطبيعة الحال وقت التتويج يكون خارج البلاد التونسيه معناتها معناتها عنده نكهه خاصه، لانه مش مدرب تونسي معناتها خارج بلاده معناتها ويحظى بالحفاوه ويحظى كل حاجه وتصير تتويج معناتها بطبيعة الحال معناتها ما يزيد كان اشعار للتوانسه وللتونسيين وسمعة تونس معناتها في الخارج. فهمتي هذا الاحساس اللي نحس به معناتها كونه تتويج مش مع الوداد، هذا التتويج الاخير التقريب مع يعني فما احساس معناتها كونك اعتزاز بالانتماء لتونس والتاريخ. هو ظهرت تشريف المدربين التونسيين خاصة أنه كانت المنافسة مع مدرب تونسي آخر اللي هو الأسعد جردة مع الرجاء البيضاوي، كانت المنافسة تقريبا حسمتها في آخر ثلاثة جولات، ظهر لي بالفوز على الرجاء. كيف شفت المنافسة السنة بين زوج أقطاب الكرة المغربية على رأسهم زوج توانسة؟ المنافسة هي دائما موجودة كل سنة موجودة، الرجاء فريق كبير، فريق مع عناصر معناتها ممتازة ممتازة جدا. رجاء فاز بكاس الكاف معناتها بطبيعة الحال معناتها كانت المنافسة على أشدها من أول الموسم حتى لآخر الموسم، مش معناتها حتى قبل ما يكون الأسعد جردة هنا معناتها كانت منافسة شديدة معناتها، فما يعني كان الوداد من البداية معناتها تقريبا متصدر معناتها البطولة معناتها حتى الآخر معناتها حتى في وقت من الأوقات رجاء تصدر، لكن كانت الوداد تنقص مقابل يعني شركة الإسرائيلية بطبيعة الحال وكانت كثيفة وكثيفة جدا. أما التصدر معناتها أهم شيء معناتها في البطولة هذه معناتها هي النقطة بين الدربيات، الدربي الأول والدربي الثاني، إلا معناتها الوداد تحصل مع نتائج إيجابية ضد الرجاء يمكن هذاك الأحسن من البطولة. وكان كان النجم يكون العص وفكرة نتذكر معناتها لان الدربي الاول صار فيه مشاكل لان بدايه الفاز على الرجاء وصارت مشاكل في الدوله وعلى اثرها تخلى المدرب يعني اسمه السلامي مدرب لابس بيه مع كبير حتى في المغرب، تخلى بتلقاء نفسي على تدريب الرجاء لان الشيء اللي ما كان بس عجبه باش يكون متواجد هنا. اي انت انت سبب معناها انت سبب معناها لا ولا لا معناتها بالعكس معناتها يعني سندته معناتها مش معقول معناتها لانه مدرب اخسر مقاتل، كنا متعرضين لاي هزيمه، اي مدرب متعرض لهزيمه مهما يكون معناتها والتربية مش مضمون مهما يكون معناتها المستوى الفريقين، فمش معقول يعني اذا مقاتل معناتها تصير مشاكل ولا معناتها بعد المدرب معناتها تدريب معناتها انا ضد التفكير هذا. تصور معناتها العمليه صارت علي انا كيف كيف انا لازم اي مدرب متعرض له معناتها واي فريق متعرض لهزيمه معناتها مش مشكل شان اللي على مباراه واحده معناتها كما نقول هنا تخربق الامور معناتها مش معقوله معناتها انا ضد الاساليب هذا معناتها على الاقل معناتها هو مقررات وعلى اثر هذا معناتها جاء معناتها خليفه المدرب السلبي. سي فوزي انا اعرف علاقات كبيره في الرجاء حتى خليت سمعه طيبه هناك، كلموك استشاروك نعرف معناتها حتى قبل التعاقد مع الاسعد جرده، خذوا رايك في الاسعد جرده؟ لا لا ما انا بكل صراحه لا فهمتي انا ما ندخلش في الامور الداخليه ما نحبش ندخل وما نحبش فهمتي بكل صراحه لا ما لا لا ما صارش في سالبي ما نتكلمش عندي علاقات طيبه مع الرجاء يعني مع تكرم الساده المتنظمين كونه معناتها لعبنا مع مونديال الانديه اكيد كاس العالم اللي يصير مونديال الانديه وصلنا لدور نهائي معناتها كانت مغامره من طرفي مغامره كبيره لاني جيت قبل يومين او ثلاثه من انطلاق الدوره وكان خسرت المقابله الاولى انسحبت
الدورة اللي عندنا الرجاء ما كانش بطل الفريق، فهمتني، يلزمها تلعب المقابلة الأولى المنظمة، هي تلعب المقابلة الأولى، فهمتني، كانت مغامرة مانيش عارف كيفاش غامرتها، فهمتني، ولكن الحمد لله ما توصلنا للدور النهائي مع بايرن ميونخ، وحتى الميزان مع بايرن ميونخ اللي كان فيه تقريبا أكثر من 7 معناتها أساسيين في المنتخب الألباني وفازوا على البرازيل. إي بطل أوروبا وقتها البايرن، إي. لا في مونديال فازوا رفعوا 7 البرازيل، صحيح صحيح. كانوا 7 أساسيين لعبوا ضد الرجاء معناتها، نزلنا في قبل صفر وكنا معناتها ما كناش خايبين، كنا تقريبا معناتها سيرنا المقابلة كما يلزم، باش ما نكون ضيعنا حتى 3 أو 4 أهداف، معناتها كنا نجموا يمكن نعملوا حتى النتيجة مع أفضل، لأننا بالنسبة لي نعطي ثقة للاعبين فرنسا ولا اللاعبين المغاربة، وعطيتهم ثقة أنهم تحداوا معناتها جميع الصعوبات اللي كانت قدامنا مع فرق عظمى وكبيرة جدا، لكن ما خفناش منهم وعجبنا وكان معناتها الدور النهائي معناتها بعبارة أخرى معناتها علاقات بيضاء مع الخيال في الرجاء. بس ما حتى مشكل مع الوقت الحاضر، الحمد لله الوقت الحاضر يعني في البعث عن الدفع الألوان الوداد مع تمام. سي فوزي بصراحة ضيعتوا لقب تشامبيونز ليغ السنة، كان بالإمكان قريب برشا الوداد لي خاصة النهائي في المغرب معناها. والله سي فوزي معناتها أما الكالندري تعرف المغرب معناتها كانت صعيبة وصعيبة جدا ما خلناش الوقت، لأن ما تتصور في ذلك ما ترجع لعبنا يوم الأحد في غدير بعيدة، أنا روحنا مؤخرين وبعدين يوم الأربعاء مباراة البطولة، ونزلت البطولة شد بينا وبين الرجاء ما نجمش ما نتسيف البطولة، وبعدين يوم السبت لعبنا دورة ما ترى، أنا ما قلتش ثم فتيك فيزيك، لكن ثم شوية ما ترى ثم شوية متعلق وسكين ممكن شوية في الدولة ما تكتوش الأخرة تشنو، لأنك إذا صرت فطرنا عليها ما في دور المجموعات بأربعة صفر فبدي مكان معايا خاماما، لكن لعبنا طريقة دفاعية ما كبيرة برشا ضيعنا هدف ما كانت نسبة الإحصائيات تدل كونه ما نسبة امتلاك الكرة 80% ما في المباراة الأولى والمباراة الثانية نفس الشيء، أنا مع حكاية البار معناتها مانيش موافق برشا معناتها، لأن ما فيهاش تحكم كيف يلزم، لأن الهدف الأسجلون الأولاني فما تسلل في الدفاع مش في الريبي مش في اللمسة الأخيرة من الأول معناها من أول لقطة وعاودتها مرات وشفتها معناتها، لأنه معناتها العام البار ما شافوا إلا اللقطة الأخرى بعد توزيع وتسجيل هدف ذيك ما فيهش شيء ما فماش. ونفس الشيء ما قلت يا ضغطنا وعملنا كل اللي لازم يتعمل، وكانت اللمسه الاخيره ناقصه، على الاقل كان ثم ضربه جزاء 100% محققه، لكن هو موجود بار، ولكن بار تشوف فيها في كوبروب ما عندهم يستعملوش كثير، معناتها قليل الحكم اللي يستعمل بار، الا في حاله او حالتين معناتها اذا مش واضحه. هذا هو الأشياء اللي خلت المنسحب في بيدوبار على إدرانا سيفوزي تشامبيونز ليج مقلقتك شوية من عام 94 من هزيتها مع الترجي، نحس وديما يفوز البنزرتي يقبلها وما يفوزش به، ما كنت توصل دور النهائي أي دور النهائي، أنا أقول مهما تقول ما فإنجاز معوش معناتها حاجة خايبة، لو معاش معناتها وقت لا معناتها عندنا بعد بيسير معناتها نلعب على القاب معناتها عدد مرات وصل الدور النهائي، نفس الشيء حتى في الكاف نتذكر مع النادي الإفريقي 3 مرات وصل الدور النهائي وما ناخذوهاش حتى مع النادي الإفريقي بالمناسبة كل 10 سنين مرة مع الوداد ومرة مع الكلوب ومرة مع إسبيرانس هكذا اللي كان إشغال ايه هذا ملكين علي على كل ما تهيه دوما السنة هذه فلتان ايه ما تهيه كنا نجمو نلعب على الاقل الدور النهائي وما تهيه عمل ناطي ما تهيه الهلمة فلتان ممكن كل شوز ما تهيه هزيمة قاسية هنا
في كازابلانكا، وهناك عملنا تعادل، لكن ما عملنا كل شيء، ما حتى على برضه ميدانه ما عملنا كل شيء، شوف فوزه في النهائي كان 0-0. هو اكيد الوداد افضل على كل المستويات من كازا تشيفز، لكن على مقابله ولزوز كل شيء ممكن. اكيد شفت في فوز النصف النهائي الثاني بين ترجي والاهلي، شنو عمل فارق الاهلي على ترجي؟ هل الاهلي كان افضل من ترجي والا فما حاجات اخرى حكمت في المقابله؟ شوف مش كلمك ما دار بكل صراحة، ما دار الفرق المصرية، ما دار ولا الأهلي ولا الزمالك، ما دار ولا الفرق ما دار من أقوى من أعرق الفرق الإفريقية من ناحية حتى المادية. ما دار عندك تشوف البيجين دار الأهلي وتشوف البيجين دار الزمالك. 10 مرات قد ترجي ذا هالي. قد ترجي. ما دار ويأخذوا في أحسن لاعبية ما دار في المغرب ولا في تونس نفس الشيء، ما دار أحسن لاعبية في المغرب هو لو يمشوا لمصر. صحيح. فهمتني؟ هو احسن لاعبين في تونس ولا في مصر، فهمتني؟ يعني ما يجي ما انت ثم مقرر ثم عمل قاعدين يقوموا به، ما انت عمل كبير، ما انت الكره التونسيه لازم تخلق المستوى هذا، ما تنجمش ما توصل معناتها على المستوى الافريقي ولا المستوى العالمي اذا ما تكونش عندك معناتها الامكانيات الماديه الضروريه. لكن ما نقول احنا معناتها في تونس ولا حتى في المغرب الحمد لله قاعدين نفس رغم ضعف الامكانيات وضعف الاشياء اللي المكونات نتاع الكره معناتها الكره دي هوني فوق، فنقولوا قاعدين نوصلوا سواء الترجي ولا النجم ولا الصفاقسي ولا معناتها احنا قاعدين نوصلوا في مراتب متقدمه كادوار افريقيه ولا ادوار عربيه، ما تنساوش معناتها الادوار العربيه معناتها كانت مسخره اكثر من تونس. قاعدين نوصلوا عدد الامكانيات معناتها شيء نعتزوا به معناتها ما نزلش نقلوا من امكانيات سواء في المغرب ولا في تونس تقريبا نفس الشيء. لازم نعتزوا معناتها بالنتائج اللي وصلنا معناتها كنشوفوا راجع في كاس افريقيا معناتها الكاف مع لاسعى الجرده. هذا حاجه ايجابيه كلهم حاجات ايجابيه ما تطلعش من النظره معناتها السلبيه. صحيح. وين العام الجاي سي فوزي ان شاء الله؟ سالتني على المباراه الاخرى نتاع الترجي، معناتها الترجي انا حسب رايي معناتها ضيعت المقابله الاولى معناتها في تونس معناتها لان نعرف ان ابراهيم شعباني ولا معناتها لان ما كنا نخدم مع بعضنا معناتها بوندون دي زونبي ما ضغطناش من الاول معناتها عن الاهلي المصري. بس غضبان الضغط معناتها خير مش يلعب معناتها بلوك با شوي خير باش يلعب طلي ثاني ممكن معناتها لان الاهلي تضغط عليه معناتها تصعب عليه المهمه. في المباراه الاياب ضغطنا الترجي معناتها من فوق وكان افضل باش يطلعوا كره كان افضل في الفتره الاولى مع كل سلبيتك المخالفه معناتها نعتبرها قاسيه جدا والورقه الحمراء قاسيه جدا فهمتني. ومانيش عارف علاش قلت لك ما نامنش بالفار نقول ماما وانا فليك من خطر الافار يتحكموا فيه بشر والبشر ديما معناتها متعرض للخطا معناتها على حسن نيه او سوء نيه فهمتني. معناتها هذا بالفار شكون يتحكم فيه؟ بشر انسان ويوريكم من زاويه اخرى معناتها باش تعمل فار لازم تدوز كاميرا تقريبا معناتها لازم باش تكون فار معناتها 100% صحيح لازم عندك تدوز كاميرا ويلزم معناتها المخرج ولا معناتها المسؤول على الفار معناتها يشوف الزوايا الكل باش ينجم يحكم على اللقطه هذه صح ولا غلط. فهذا كله غير موجود مش صحيح معناتها كل غير موجود ولازمنا معناتها اذا نستعملوا معناتها التقنيات الجديده يلزمنا نكونوا احنا في مستوى التقنيات ونستعملوا جميع معناتها الامكانيات نتاع التقنيه الجديده. انا مش نحطوا 6 أو 8 كاميرات ونوريو زاوية وما نوريو الزاوية بطبيعة الحال معناتها وبطبيعة الحال ثم البشر اللي موجودة هناك معناتها الحكام اللي موجودين في الفار انا نقول لك فيهم على حسنية وفيهم على سنية ما نقولوش كلها معناتها حسنية. فكانت مأمورية بطبيعة الحال صعبة على الترجي الرياضي معناتها بطبيعة الحال تلعب مع الاهلي وناقص لاعب ماهوش مسهل ونعتبر كلمة رئيس معناتها الترجي معناتها خدمة الدورة ممتازة مع الدورة كاس الشيخ ممتازة هذيك احكام الكرة ما صارين نخسروا ونخسروا مباريات. باهي سي فوزي وين العام الجاي ان شاء الله باش تكمل في الوداد فما عروض اخرى شنو وين بالضبط؟ والله سي بوسيبل باش تكمل في الوداد ثم ما ثم تمسك معناتها باش نكون موجود على راس الوداد ممكن احتمال كبير نقط في الوداد. سمعنا حتى الملاعب البيضاء اللي مكبشين فيك برشا يحبوك برشا غادي.
لا والله الحمد لله، ماذا يعني بعد الانسحاب من كاس افريقيا يعني ماذا انا قررت الانسحاب، ماذا انا طبعا الفريق يعني اقول وقت اللي ماذا ما نجحتش ولو ماذا لعبنا على ثلاثة وجهات ألقاب ثلاثة وجهات ماذا ما كان كما اجتمعت اللاعبين وقلت لهم ماذا هذا كان اللي صار، ولكن ماذا الحزن تأثير اللاعبين عليه كان كبير برشا، ثم تأثر كبير من جميع الأطراف، رئيس النادي ما مشكور ما كيف ما تلاجع بحنايا للدار وقال لي احنا اخوة قبل ما نكونوا ما بينات علاقات كروية لاني رئيس وكنت مدرب احنا اخو اصحاب وكل شيء ونجم نكمل المشوار معناتها لان الوقت هذاك البطولة ما كانتش محسومة ما زلت تقريب بين الرجاء ثم ثلاث نقاط والله اكثر والله ما نعرف معناتها ما كانش محسومه ما زلت ماموريه ما زلت صعبه صحيح هو اللي حطيت حال تحت رغبه معناتها الجميع انا ما نخدم بالعز ولا ما نخدمش سي فوزي الترجي يبحث عن مدرب فماش جاست نبض بيناتكم فماش حاجه لا بكل صراحة ما فماش جس نبض فهمت ولا ما انت انت باش نقولك راجي ما عشت معها فترات معها مزيانة برشا تقريبا معناتها وقد ايه للتاريخ مع 13 لقب معناتها تحصلنا عليه وقت لا انا موجود في الترجي لا معناتها فما وعلاقتي كبيرة وكبيرة جدا مع حمد المندب ونسلم عليه ونشكره برشا ونعرف الى حد اليوم مع سحاب المد معناتها يثني على فوزي الوزارتي معناتها العمل بتاعي لانه هو متابع دقيق مع بس يصير في الميدان وفي التمارين وفي الاجتماعات وفي حتى بين الشوطين معناتها فهمتني وانسان معناتها يعرف الكوره وفهم الكوره ويعرف كل حاجه معناتها على جميع المستويات ولا كتبه ونصيب سي فوزي ما نجمش نختم قبل ما نسألك على المنتخب ذا اللي في آخر ظهور ليه ثلاثة مقابلات الودية كيف شفت المنتخب ما كانش كما نستناه هذا هالي شوف عند المنتخب في العالم الكل فما السفير ما لازمش تتغير مع التغييرات الكبيرة ما لازمش تكون كما قلت معناتها المنتخب ولا معناتها حتى فريق معناتها فريق من الفرق الكبرى ماهوش حق التجارب ماهوش حق التجارب وماهوش نعطيو معناتها الشانس لهذا والشانس لهذا فما با تشانس فما معناتها الاول قبل الثاني ما فيها شيء معناتها الامور واضحه وجاهزه اذا ما يشوفوش بالعين يشوفوا بالاستاتيستيك على خاطر الدواء هو معناتها الاستاتيستيك تخرج في وقتها تعرف هذا اللاعب معناتها باهي ولا مش باهي تعرف اللاعب هذا يجيب ولا يجيش في اي بوست واضحين انا لما نشوفه كانوا معناتها نعملوا اساطير ونعملوا بقيه معناتها التجار من شيء واحد اثنين ثلاثه في الفلنج نشوفه مش معناتها على طول نحط هذا الاخر هذا فما لاعبين هو كنا نلعبوش معناتها في الادوار الاوروبيه يكونوا في المنتخب انا وقت اللي كان في المنتخب اي لاعب ما يلعبش الفريق الثاني ما يستدعيش صحيح معناتها شوف هذو مكواليس من داخل الدولة وأنا وصل المنتخب عمري ما قبلتها وما نقبلهاش أنا دين اللي بشي لأنه مع الوقت الحاضر مع أي لاعب باش يمشي أي فريق يكون انترناسيونال ولا ماهوش انترناسيونال تيم يبقى انترناسيونال ما يقبلوش شي معناتها ما عادش حتى ياخذ واحد شنو تحب تقول سي فوزي كواليس من داخل شنو تحب تقول؟ اللي قلت قبل بتدخلات من فوق ومن رئيس جامعة هذا شو تقصد؟ رئيس جامعة و ما حوالي معناتها بطبيعة الحال ما عندهم تأثيرات معناتها في المنتخب وهذاك علاش كما قالوا هما قال فوزي بالزبط من المنتخب لأن الضغوطات ما نقبلهاش مهما تكون فهمتي نتحاور ما نقبلش الضغوطات فهمتي مش لاعب هذا ولا مش ناخذ هذا ولا ما عيط لهذا ما نقبلهاش تلاحظوا كونه معناتها امبوسيبل لأنه حبوا يدخلوا لي عن طريق معناتها أطراف أخرى مع أصحابي وكذا وعشرة مع بعضنا فك علينا من المشاكل
وريلاسيونيل افضل من كذا وكذا. قلت له انا شو بقى في البرازيل ما تسمحليش باش نوافق على اشياء مش مقتنع بها. فهمتني كذا بقى معناتها هذاك اللي ما نحبوش وما يلزموش حق. واضح. ما نخدموا هذه الدين بخشمنا وكرامتنا ولا ما نخدموش. يعطيك الصحة، كنت سعيد جدا بتدخلك معنا سي فوزي، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا بفضلك. شكرا. كان هذا فوزي البنزرتي، أسامة الحكيري يجيكم تو تويت في الأخبار وبعد مكملين حتى للخمسة.